بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى سعادة النائب عادل عبد بن عبد الرحمن العسومي بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي لدورة ثانية في الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي والتي عقدها بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وعرب عاهل البلاد المعظم عن تهانيه الخالصة له على الثقة التي أولاها إياه أعضاء البرلمان العربي. والتي تعكس ما يتمتع به أبناء مملكة البحرين من كفاءات وخبرات مشهودة لتولي مختلف المناصب والمسؤوليات على المستوى العربي والدولي، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه